الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، كل عام وأنتم بخير، قبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات الأعمال. بارك لكم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير مشاهدينا. حلقتكم اليوم نعمة دائمة، عندنا ضيفة، ضيفتنا هي عالية اليزيدي، راح تعمل لكم الوجبة الرئيسية اللي هي الشارخة اللي هي أم الربيان، فلا تروحون مكان، انتظروا الشارخة طيبة. طبعا قبل الشارخة راح أبدأ بالعصير، وعصيرنا لليوم راح يكون عصير، أريدكم تجربون العصير هذا مشاهدينا وتخبرون، لأنه صراحة أنا جربته أمس وعجبني صراحة، اللي هو عصير الشمام. تقطعون الشمام قطع مكعبات كذا، ومع المانجو أو الأنبة مكعبات، معها شوية مثلا إذا حابين شوية حليب، أو مثلا تأخذون اللي هو الشمام العصير، تخلطونه مع بعض يطلع جدا طيب. وعندنا بعد كذا عندنا سلطة، والسلطة هذه مشهورة كثير عالميا، اسمها نسواز سلطة، هي يسمونها عادة، احنا لما نسمي سلطات بنقول سلط كذا مثلا، او مثلا سلطة كذا، بس هذه هي بتبدأ بالاسم نفسها، يسموها نسواز سلط، ما نبدأ سلطة أو سلط كذا، لا هي بتبدأ باسمها الحقيقي بعدين بتروح للسلطة. والسلطة هذه فرنسية مشهورة كثير، اسمها نسواز. سلطة نسواز مليانة، فيها أشياء كثيرة، فيها تونة، فيها بيض، فيها طماط، فيها زيتون، فيها بطاطس، فيها أنشوفيز، يعني مليانة دسمة، فيها اللي هو أنا حبيت أن أحط لها اللي هي الهليون، ما حطيت الفاصوليا، هذه الهليون شايفين اللي هي سباراغوس، ما حطينا اللي هي الفاصوليا أو البازيلا الخضراء. بعد كذا راح نروح للشوربة، والشوربة مثل ما قلنا لكم أمس إنه الشوربة راح تكون شوربة فرنسية اللي هي فرنش أونيون سوب، اللي هي الشوربة الفرنسية نفس الشيء. طبعا الشوربة هذه يسمونها أيقونة المطبخ الفرنسي، وين ما تروحون المطابخ الفرنسية أو المطاعم الفرنسية تلاقون هذه في الشوربات موجودة. والشوربة هذه كلاسيكية، وطريقة عملها جدا حلو وطعمها حلو. راح نبدأ الحين بالعصير، بسم الله. عندي هني طبعا المانجو، وهذا عصير مانجو، وهذا عصير الشمام، العصير صار جاهز. طبعا بهالعصير اذا حابين تحطوا له شويه ثلج او الخضروات، عفوا الخضروات، الفواكه هذه تكون مثلجه، طبعا راح تستمتعون بطعمها. هذه من اللي هي الموكتيلز، العصاير الموكتيلز، احنا تكلمنا عن الموكتيلز، وهذا واحد من الموكتيل، صحتين وعافية. الحين راح نبدأ نعمل السلطة اللي هي نسواز سلط، نشوف المقادير ونرجع مشاهدين.
الو مرحبا، عندنا مكالمة. الو مرحبا. Thank you for choosing Vodafone. الو 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 الو، واحد من الاخوان العمانيين كان يكلمنا من جنوب افريقيا، راح المكالمة راحت. طيب احنا ننتظر اتصاله، وطبعا اكيد احنا ننتظر اتصالاتكم انتم بعد ما هو بس. طيب مشاهدينا، خلونا الحين نبدا شفتوا المقادير. الحين راح نبدا بتشكيلة السلطة. طبعا عندي انا البطاطس هذه اللي هي البراعم مسلوقة، احنا بنقدمها بهالطريقة بقشرتها لانه تتاكل بهالطريقة. اذا حابين يعني ان انتم تشيلوا القشرة، بس انها قشرتها جدا خفيفة يعني ما تضر، بس لازم تغسلونها عدل. ايه هذه مسلوقة مشاهدينا، سلطة لازم تسلقونها، تكون تقريبا ما مهروسة، مطبوخة على اساس انه كسلطة تقدرون تاكلونها. حطينا البطاطا او البطاطس، الحين بقطع الطماطم الصغير، طبعا السلطة هذه غنية كثير، فيها تونة، فيها أنشوغا اللي هو الأنشوفي، تعرفون طبعا الأنشوغا اللي هو السمك، هذا الأنشوغا. حط لنا بصل اللؤلؤي هذا الأخضر عشان اللون بس، ونفس الشيء عشان الطعم. عندي زيتون أسود، أضيف زيتون. شو باقي؟ باقي التونة. أخذ شوي من الهليون، ألو مرحبا. ألو مرحبتين، مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. مبارك عليكم، أتبقى من الشهر. علينا وعليك يا رب. من معنا؟ أم علي من الدوحة. يا هلا أم علي، كيف الحال؟ الله يسلمك. شلون صحتكم؟ طيبين ان شاء الله؟ ما شاء الله اكلاتك وايد حلوه، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك، برنامجكم. الله يسلمك. شلون اهلنا في الدوحه؟ بس بغيت والله كلهم طيبين. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. تفضل يا اختي. الله يسلمك. بس بغيت اعرف طريقه صالونه الباميه الغليظه. صالونه الباميه الغليظه. طيب يعطيك العافية. يعني أنت قصدك الطريقة اللي هي الإيرانية ولا اللي هي بيسمونها الإيرانيين، بسم الله الرحمن الرحيم ما يحضرني الحين، بامية سابزي شيء كذا، ولا الطريقة العربية؟ لا هي الغليظة. شوفي، في اللي هي الطريقة الشامية والتركية، وفي الطريقة الإيرانية. أنا تابعين الحلقة القادمة أنا راح أعملها الطريقة اللي أنا بعرفها اللي هي الطريقة الشامية. طيب هي يقدمونها كوجبة رئيسية، ونفس الشيء هي بتكون مقبلات، يعني مع المقبلات كمان بتكون اللي هي بتكون شبيهة بالسلطة اللي اسمها سلطة الحارة، سلطة حارة إذا أنا ما غلطان. أيوة. طيب أم علي. أوكي. على فكرة إن شاء الله يعطيك العافية. أم علي. الو. ايوه معلش باخذ من وقتك شوي. ايوه معك. كيف طبخاتكم في قطر في رمضان خلال في والله انا واحد
طبخات زينة، بس أنا واحدة مني ما أعرف أطبخ. يعني انت يعني شغل مطاعم وشي يعني؟ مطاعم ايه؟ يعطيك الف واسوي اللي اقدر عليه. طيب. الله يعافيك. بس ايش الاكلات القطريه يعني في رمضان انتم عاده مشهورين فيها؟ عندنا الهريس، الخبيث، عندنا الساقو. ايوه. يعني هالاشياء اللي عندنا. تقريبا نفس الاكلات اللي عندكم. طيب، هي صح اكلات الخليج يعني معظم دول الخليج متشابهه ومتقاربه. يعني اختلافات بسيطه. انا بتعجبني عندكم اللي هي الحلو، الحلويات، شو يسمونها، نسيت اسمها الحين، راح من بالي يا ربي، ايش فيني انا اليوم، الصوم زايد عليه. ذكرينا بالحلويات القطريه اللي فيها زعفران، نسيت اسمها انا، اللي فيها زعفران وفيها عجين وبيض وهيل. العصيده. ما لا صيدة الا يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت اسمها. خلاص بتذكرها بعدين. يعجبني عندكم المندازي وايد. المندازي. طيب نفس الشيء تعجبني المندازي، احب المندازي. انا شوف يا ام علي، انا من النوع اللي بحب الخبز معجنات، يعني انا كعيسى معجنات خبز وهالسوالف هاي، طبعا هذه لعبتي. احب الخبز كثير، اكل خبز كثير، يعني خبز مندازي، انواع الخبز الفرنسي الايطالي كثير، يعني في الخبز ما في العيوش. بس مو مثل حلاوه المندازي، المندازي غير. اكيد اكيد طعم المندازي غير. صحيح صحيح. ايه. متميزين احنا خاصه هنا في عمان، متميزين في المندازي. ايه ما شاء الله متميزين في كل شيء. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شاكر. تامرين بشيء من عمان طال عمرك؟ ما يمر عليك وارن. شكرا. الله يسلمك، كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة. شكرا، بارك الله فيك، شاكر اتصالك. مشاهدينا مثل ما شفتوا، انا نسيت اسم الحلوة هذه، ذكروني شباب. لا ما خبيصة، ما نسيت اسمها والله، سويت العام، تتذكروا العام سويته، اريد حد من المتصلين يذكرني لو سمحتوا. نسيت اسمها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلتي انا اذا يعني بقعد شيء طول الحلقه يعني ما بركز هني، بذكر على اسم الاكله هذه. مشكلتي. طيب مثل ما شفتوا المقادير مشاهدينا، شفتوا الخلطات كيف سويناها، السلطه طبعا، التونه، البطاطس، زيت زيتون، حطينا طماطم، الفلفل، الزيتون الاسود، حطينا الهليون قطعناه، بنستخدم الهليون نفس الشيء في التزيين، وشكلنا هني نفس الشيء الهليون. انزين الحين السلطه صارت جاهزه، بس ما راح نخلطها، ما راح يعني نغرفها في الصحن لغايه ما نشوف الصلصه تبعها اللي هو الصوص، نشوف مقادير الصلصه ونرجع مشاهدين. شفتوا المقادير مشاهدين على الشاشة، الحين بحط الخردل. طبعا صلصة السلطة هذه اللي هي الفينيغريت، الفينيغريت هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن خردل وشوية خل. طبعا ليش سموها فينيغريت؟ لأن فيها خل اللي هي بالانجليزي فينيجر، فهم طبعا الفرنسيين بشو اسمه طبعا بلهجتهم هم او بلغتهم اللي هي فينيغريت. نسمع راي المتصلين. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو مرحبا. الو عندي سؤال عن الحلويات. طيب نتعرف عليك اول شيء. حفصه الجابري.
حصة الجابري. حصة ولا حفصة؟ حفصة. حفصة. حفصة من وين أخت حفصة؟ من باطنة شمال. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. يا هلا بيك، تفضلي. إيش كان سؤالك؟ سؤالك كيف ممكن نسوي الكريمة اللي نزينبها الكيك لكن بطريقة سهلة ومضبوطة؟ طيب بكرة تابعي حلقة بكرة بنسويها. ها أنت الحين يمكن تصل الرابعة تطلب نفس شو اسمه. بكرة أخت حصة، بكرة أيوة تابعي حلقة بكرة، إحنا راح نسويها إن شاء الله. عندنا ضيف شاب عماني ما شاء الله عليه، يعطيه الصحة والعافية. هو نفس الشيء من شمال الباطنة من عندكم هناك، راح يجي هني وراح يكون معاي وراح نعمل هاي شو اسمه الكريمة هذه. أنا أمس شرحتها، إذا أنت متابعة حلقة أمس شو اسمه، أو يمكن أنت تريد يعني السهلة كثير يعني. أيوة طيب فلو تحصى بكرة حلقة بكرة إن شاء الله. أوكي إن شاء الله طيب. بتابعها. ما شفتي في الأسواق؟ يمكن موجودة في الأسواق هي اللي تنباع ريدي هذه الجاهزة، اللهم تفتحين و ايوه انا شفتها جاهزه، بس ما ابغى جاهزه، ابغى اللي اسويها معي بالبيت. طيب اللي تسوينها في البيت لازم تكون فيها شغل شوي، ما تدورين على الشيء السهل. انت اخت حصة تطبخين وتدخلين المطبخ وشي؟ دوم. ما شاء الله عليك، بس يعني ليش تدورين على السهل اذا انت ما شاء الله تطبخين وداخل المطبخ؟ ما مشكلة يعني الواحد دوري دوري أكثر. دوري على الأصلي، الشيء اللي هو الأساس، اللي هو الأصلي، أساس بعدين الشيء السهل هذا. عرفتي؟ إذا عرفتي الأصلي السهل هذا راح أنت راح تخترعين السهل بعدين أنت بنفسك. دوري أول شيء على الشيء اللي هو الأصلي الأساس. طيب يعطيك العافية، شكرا أخت حفصة، تابعينا حلقة بكرة إن شاء الله وفالش طيب. طيب مشاهدينا، طبعا ضفت هنا طبعا الخردل، الخل وملح وفلفل ابيض وطبعا زيت الذره، او تقدرون تستخدمون زيت عباد الشمس مو مشكله. زين، وضفت له بقدونس. الحين اخلطها بهالطريقه، هذه طبعا هم الجماعة أخواننا الفرنسيين إيش يسووا؟ يزينون البطاطس لحال، بيض لحال، كل شيء لحال شيء يعني، بعدين يحطون الصلصة فوقها. أوكي، يعني عشان تأكلها أنت بنفسك لازم تخلطها بنفسك. إحنا نسويها بطريقتنا. عندنا هني البيض، وعندنا اللي هي الأنشوغة، أنشوفي أو الأنشوغة. هذا سمك الأنشوغة أو الأنشوفي. وعندي اللي هو الاسبارغوس.
نضيف لها الزيتون والطماطم اللي هي هذه الصغيرة عشان اللون. نسيت شيء أنا؟ ما نسيت شيء؟ نسيت السلطة. نعم مشاهدينا مثل ما انتم شايفين هذه السلطة محتاج لها نفس، النفس مو أي نفس، يعني نفس واحد ست بيت أو شيف، يا ست بيت يا شيف مثل ما انتم شايفين. أو بالعماني نقول فينا بارض نسوي هالسلطة. مشاهدينا مثل ما انتم شفتوا السلطة، سلطة النسواز فيه شغلات كثيرة، فيها تونة، بطاطس، فيها بيض، فيها أنشوغة، فيها طماطم، فيها زيتون أسود، وطبعا الصلصة اللي هي الفينيغريت. صحتين وعافية. راح نطلع فاصل قصير ونرجع نعمل الشوربة. من مطرح إلى السيب وإلى بركة وإلى المصنعة. من تيمور بن فيصل، وهذا اللي هو الختم أو هذه نعم عند المخطوط. هذه أختام خاصة بالمخطوطات العمانية. تلك الأيام ما كانت فيها أيضا دخول وخروج ومراكز حدودية، يعني سهل لهم الدخول. يعني مسيرة حافلة، لذلك أنا محتار من أين أبدأ في كل هذه الزحمة. أهداف، معلومات عامة وجوائز، هذه توليفتنا اليومية في برنامج هدف طيلة أيام الشهر الفضيل على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. كنت واثقة من الإجابة وفعلا إجابتك صحيحة. دفاع. الإجابة خاطئة. ومن سعيد الحظ اللي راح يفوز معنا إن شاء الله ب 200 ريال على طول لمنطقة الجزاء. معنا الحين آخر اتصال في حلقتنا لليوم، وهدف جديد يسجله سيف الحمسي، ومبروك. شخص واحد فقط راح يفوز معنا ب 1000 ريال. خلصة المباراة. حياكم الله في برنامجكم نعمة دائمة. الحين عندنا فقرة الشوربة، وشوربتنا لليوم مثل ما قلنا هي راح تكون شوربة البصل اللي هي فرنش أونيون سوب. بس حابين نتكلم شوي عن البصل. أمس قلنا لكم إنه في كذا نوع من البصل إذا تتذكروا، اللي هي في البصل هذا يسمونه الشالوت، هذا النوع البصل لو شايفين، هذا اسمه شالوت. شالوت
هذا نوع نفس الشيء من انواع البصل يسمونه بير اللي هو اللؤلؤ. هذا اوكي، وهذا نفس الشيء اللؤلؤ الابيض، في الاحمر وفي الابيض، شايفين؟ طيب في هذا اللي هو نفس هذا اللؤلؤ الابيض اللي هو هذا، بس هذا طيب هذا بالمخلل اللي راح نستخدمه في الشوربه. بس يعني اذا ما حصلتوا هالانواع تقدرون تاخذون البصل الابيض اللي هو العادي الابيض الكبير هذا، تقطعونه جوانح وتحمروه وضيفونه مع الطريقه. شوفوا الطريقه كيف راح نسويه. طبعا انا راح ابدا الحين، طبعا نذكركم بالمقادير ونبدا نعمل الشوربه. علي ذكرته، خنفروش، خنفروش يا معلي بتعجبني بالزعفران والبيض والهيل والطحين، يعني حرام عليك ما ذكرتينا بالخنفروش، خنفروش. طيب مثل ما شفتوا المقادير مشاهدينا، انا الحين ابدا بعمل الشوربه. هذا البصل، البصل اللي قلنا بصل المخلل راح يعطينا نكهة جدا جميلة. فأنتوا إيش تسوون إذا ما حصلتوا هذا البصل المخلل؟ تقدرون تستخدمون البصل الأبيض العادي، قطعونه نفس الطريقة هذه وتحمرونه في بالزيت لغاية ما يصير لونه بني غامق. لا تحرقونه، لا، لغاية ما يصير لونه بني غامق، وبعدين تضيفون مرق الخضار. اللي حابب يضيف لها كرات وكرفس مو مشكلة، بيعطيها نكهة، راح تعطيها نكهة جدا جميلة. خلوني الحين احط الكرات والكرفس لغايه ما اخلص تقطيع البصل، خليها تستوي، لان هذه البصل المخلل يعني شبه مطبوخ او شبه مستوي. خلونا نزيد أساس وكل ما كثرتوا بالبصل في الشوربة هذه كل ما طعمها صار أحلى.
تمام. الو الو مرحبا. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام سلم بضيوف. ام سلم. يس. هاي ام سلم. From Germany. هاي هاو ار يو ام سلم؟ I'm fine. Excellent. Thank you very much for calling back again. Yeah, we're going to keep calling call because every time remember something okay. new. Okay, good. I was call and I won't say for you about this Qatarian food what you say, but you remember by yourself now. Ah, you know Khamfarouche? Yes. Ah, very good. Actually, it's not from, it's Bahraini, Omani, Qatari, almost, you know, GCC. They're using Gulf, yes. Yeah, yeah, almost the GCC countries are all, we are sharing the same dessert. Yeah, and also they're using Emirates. Yeah, Emirates, Bahrain, Kuwait, yeah. Qatar, yeah. But I like actually the recipe from Doha. I like the recipe, what the way how they're doing. مشاهدينا شايفين, أم سلم من ألمانيا بتعرف الخنفروش. وانتو ما حد اتصل فيني وقال لي عن الخنفروش. Yes, yes, أم سلم. Thank you very much for reminding me. No, and I want to ask, like today you was talk about some food, is it Bendazi? Mandazi, yes. Not, yes, you were not gonna miss not Bendazi. Not Bendazi, Mandazi. Mandazi, yes. Mandazi. Mandazi, yeah. Mandazi. Yeah. Okay. So you're going to make this thing? To be honest, I'll try. I can give the recipe later on. I'll try to do it. هي بتسأل عن مندازي يعني راح نسوي اوكي. Okay. Most important for me, I want one recipe from you. Yeah, please. Which one? Is it called Lola? Lola, it's a mandazi. But it's a little bit different. I know the mandazi is a little bit like puff, like a puff. Big and tough, yes. And Lola is it? A little bit smaller. Yeah. Yeah, they, almost the same. But you know, they are trying actually to make it a little bit different of recipe. They're playing with the recipe. Okay, they make it smaller, they make it bigger. Okay, they make it mini. It depends actually what occasion you have. If you're gonna have it, if you're gonna have it, you know, in a high tea. Okay. Yeah. If you're gonna have it on a high tea, so it means you have to get, you know, the mini one with the sugar. If you're gonna have it, you know, with a breakfast or a dinner, you know, yeah. If it is the Lola or the Mandazi, the big one, it depends. Okay. So if you're gonna make them both of them? No, I'm gonna make only one. I'm gonna share the recipes. Recipe with me. Okay. Sure. Okay, yeah. Musallam. How's Musallam? Yeah, and that's all. Okay. Musallam, if you want anything, any recipe, you can actually take my number from the control. You can just call me or you can send me SMS. We are ready for you. Sure. Okay. Inshallah. Thank you very much for calling. Yeah. Okay. Thank you very much for calling. Yeah. Thank you. Bye-bye. انا ضفت مشاهدينا اللي هو شفتوا المقادير انتم طبعا انا ضفت اللي هو الديمي جلاس في الشوربه هذه الديمي جلاس هذا الديمي جلاس والحين راح اضيف شوي من طحين الذره شوي أنا عندي هني خبز اللي هو الفرنش باجيت يسمونه الباجيت هذا الخبز الطويل هذا الباجيت اللي هو الخبز الفرنسي الطويل هذا بيجي طويل يسمونه باجيت هو الفرنش باجيت إيش راح أسوي راح أحط له جبن جبن طبعا الشوربه هذه
برافقها الخبز مع الجبن اللي هو توست الجبن شيدر او اي نوع حابين تضيفوه مو مشكله بهالطريقه. وراح وين اوديه الفرن طيب الحين راح اغرف الشوربه وبعدين في نهايه البرنامج راح نطلع عفوا راح نطلع الخبز. طبعا في الخبز دائما مثلا تريدوا تعملوا احنا نريد ما راح نطبخ الخبز فالخبز هو مطبوخ احنا بس نبي نحمر او نسيح الجبن اللي فوق. فحراره الفرن يعني تكون ما بين 180 ل 190 درجه ولازم تكونون مجهزين الفرن قبلها قبل ما تحطوا اي شيء. طبعا اذا انتم حابين مثلا اذا تريدوا تستخدمون الفرن على درجه حراره 200 لازم تحضرون الفرن على 220. ليش؟ لانه لما تيجوا تفتحون الفرن انا ضبطت الفرن على 200 أنا أريد أستخدم الفرن على درجة حرارة 200 فلازم أحط أضبط الفرن على درجة حرارة 220. ليش؟ لما أجي أفتح أنا الفرن على أساس أني أحط أي شيء اللي أريد أنا أخبزه مثلا أو أحطه بالفرن درجة حرارة راح تطلع راح تنزل إلى 200 لأن أنا فتحت الهواء البارد دخل في الفرن فإيش درجة حرارة الفرن قلت. فلما تقل إيش راح أسوي؟ أسكر الباب وضبط الفرن على 200 اللي أنا درجة حرارة اللي أنا أريدها 200 أرجعها ل 200 درجة. علم؟ علم حلو. الحين مثل ما أنتم شايفين الشوربة راح أعطيها شوية بقدونس أو تشايفز إذا عندكم أو تشيرفل هذا نوع من أنواع الأعشاب الفرنسية تشايفز تشيرفز يعني مثل البقدونسية والكزبرة. طيب مشاهدينا الحين راح نطلع فاصل قصير بس ناخذ 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 مكالمة ناخذ مكالمة. محمد معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيف عيسى كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك اخوي حياك الله. الله يحييك اتصل فيك مرة ثانية عاد. من تشريف تشريف طال عمرك. الاسبوع الماضي كنت كلمتك. يا هلا وسهلا تشريف طال عمرك. محمد من وين تكلمنا؟ من صحار. من صحار؟ اي نعم. حياك الله اخوي. كيف اهلنا في صحار؟ والله كلهم اطياب. الله يسلمك، تفضل اخوي. ويتابعوك دائما يعني. تشريف طال عمرك، برنامجكم يا الغالي. الله يشرف مقدارك. حياك، تفضل. بس بسالك على الوجبه هذه اللي تسويها اللي هو مسواد سلطة. الايش عفوا؟ ايش؟ مسواد سلطة. نسواز سلطة نسواز ايوه نعم اخوي تفضل. اي نعم سلطة بس الاحظ انه المأكولات شوية الفرنسية تحس ان فيها دسمة شوية بس طيبة دسومة فيها ولا؟ ما ايش؟ انا احس انها كذا دسمة يعني الشطة فيها كثير من شو اسمه يعني يا عزيزي هذه حسب الرغبة انت تقدر مثلا يعني من غير ما تسوي بس زيت زيتون مع ليمون وخلاص عاد انت اللي تتحكم يعني ما انه لازم شو اسمه لازم يكون مثلا كل شيء مثل مكتوب لازم ان انت تطبق لا تقدر انت تلعب فيها شوي. شوف عيسى احنا نروح على طريقتك يا الغالي يعني تشريف ما انا فكره لازم يعني. الاكل نفس طال عمرك اذا مشيت على طريقتي يعني معناته في النهايه راح تصير دبل عيسى الملكيه تابعه لك انت لكن انا ناخذ شويه منها لا لا يا الغالي لازم شوي تنوعون لازم تنوع يعني شوف انا احنا عندنا مسجلين طلبات كثيره شبابنا الاسبوع الماضي سجلوا يعني اها كل واحد يريد طلب نعم واحد يسال عن ماكولات اسكندنافيه اذا تسووا اسكندنافيان فود ايوه نعم اوكي بنعمل لكم وجبه في اكله اسكندنافيه بالنسبه وواحد يسال عن البابلو الطريقه هنا عندنا في البلاد يعني كيف يسووها طريقتكم كيف؟ تختلف عن طريقه اهل مسقط؟ عندنا يعني في عمان في عمان سوينا احنا بابلو بس شوربه هي ما تختلف كثير عزيزي ما تختلف كثير بس اللهم ان انا عملتك شوربه يعني بدل وجبه رئيسيه
يعني انا قد... بس تختلف عن دول ثانيه مثلا في ايران غير وفي كذا تختلف. هم ما ادري يمكن جنوب ايران عندهم بابلو. بس شوف يا شوف عزيزي، الباستا اللي انت بتاكلها هنا في عمان غير عن الباستا اللي انت بتاكلها في ايطاليا، معي؟ حتى لو كان نفس الشيف ايطالي، بس هني بيعملها بطريقته هو، كل واحد بيعملها بطريقته يعني. انه صح، نعم معي؟ نعم معك. مشكور عزيزي، مشكور، بارك الله فيك. الله يخليك، الله يخليك، شاكر اتصالك وكل عام وانت بخير. الحين ما بقى متأثر غير صبحتين ثلاث صبحات عاد بيخلص. ان شاء الله بكره اتصل بكره. مشكور عزيزي، مشكور، بارك الله فيك، كل عام انت بخير. مشكور محمد. راح نطلع فاصل مشاهدينا قصير ونرجع للوجبه الرئيسيه مع الاخت عليا اليزيديه. حلول شهر رمضان المبارك الذي يمتلئ الكون فيه بنفحات الرحمة الربانية، وما أكثر هذه المناسبة موائمة للحديث عن التواصي بالحق. فتواصوا بالحق. إن الحلال المحض بين ظاهر لا شبهة فيه على الإطلاق، أن الزواج حافز للمناهج التربوية وللجوانب الصحية. نتبين أهمية الكلم الطيب في حياة الفرد والأسرة والمجتمع. مشاهدينا حياكم الله في برنامجكم نعمة دائمة، والحين مثل ما انتم شايفين عندنا ضيفة عليا اليزيدية. حياك الله اخت عليا. مرحبتين، اهلا. مشكورة صراحة، نورت البرنامج. شكرا. كل عام وانت بخير. نور نوركم. شكرا. وانت بخير وصحة سلامة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ايش بتسوي اليوم ام عليا؟ عفوا عليا، اخت عليا. بسوي شارخة. نعم. مع صلصة الكاجو. مع صلصة الكاجو. ايوه ايوه. طيب المقادير، نشوف المقادير مشاهدينا. هي راح تسوي الشارخة مع صلصة الكاجو. نشوف المقادير ونرجع. مشاهدينا بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة، الحين الأخت عليا راح تبدأ تخلط اللي هي تتبيلة الشارخة. طبعا هي قسمت الشارخة إلى نصين، نظفتها بالخل. أيوة، مي وخل. أيوة. والحين نسوي التتبيلة. نعم التتبيلة.
ملعقة ثوم. ملعقة ثوم. بهار أبيض. اللي هو الفلفل الأبيض. أيوة. وملح حسب الرغبة. الملح حسب الرغبة. وبنخلطهم مع زيت الزيتون. مع زيت الزيتون. والأعشاب. بنضيف الأعشاب اللي هي مشكلة. أيوة يكون فيها ريحان. نعم. روزماري. نعم. وإذا فيها كزبرة وهذا بعد يكون أحسن. ممتاز. إحنا اللي عندنا فيها ريحان وفيها يسمونه هذا بالعربي شو يسمونه روزماري. أكليل الجبل. أكليل الجبل. مشكلتي أنا من كثر ما أشتغل مع أجانب وفنادق ومطاعم صرت أنسى المسميات العربية. لأن إحنا بدينا المطبخ لما نستخدم هذه البهارات تكون فيها ملح. فيها ملح. أيوة حلو حلو. شكرا على هالمعلومة. إذا استخدمتوا هالبهارات انتبهوا عشان إن فيها هي شوية مالحة لأن وفيها كمان نكهة ثوم. ثوم. إيه نعم. بس الملح اللي فيها أحسن لأن هي يستخدموا فيها الملح الخشن. الخشن هذا. إيه نعم. هم يسمونه الروك سولت. نعم. أزيدك يعني. شوي ال. زيت لا. زيت. لا يكفي. تمام كذي. طيب. الحين. نحتاج قفاز ولا؟ أوكي إذا حابة. أيوة علشان أريد أتفلها. تفضل. أوكي شكرا. طبعا الشارخة هذه يسمونها لوبستر. انتم شايفينها هذه اللي فيها مخالب هذه هي يسمونها الشارخة او يسمونها الكرنك بالانجليزي. طبعا احنا عندنا شارخة في عمان ما عندنا لوبستر. تختلف اللوبستر اللي عندنا احنا في عمان يسمونها كريفيش. كريفيش ما فيها مخالب. ما فيها مخالب بس النوعية جيدة جدا وغالية. نفس الشيء يستخدمونه حتى برا في دول شو اسمه. الحين صرنا نصدر احنا لبرا. زين زين شيف وش الفرق بين الشارخة وأم الروبيان؟ أم الروبيان هذه أم الروبيان. لا هذه الشارخة. الشارخة اللي هي الثانية اللي فيها اللي جاية ما فيها هاي مخالب. ما فيها مخالب. ما فيها مخالب. يعني اللي أصغر. لا لا فيها نوعين ترى أنواع هذه. لا أنا أقصد ما أدري في الهايبر ماركت دائما يكتبوا الأم الروبيان على اللي أصغر شوي. والله شوف أقول لك هذه اللي أنا أعرفه اللي درسناه أوكي اللي فيها مخالب هذه فيها أنواع فيها نوع اسمه صغير كذا اسمه أنغوستين. نفس هذا أنغوستين. نفس هذه بس تكون فيها نفس المخالب. نفس المخالب هذه اسمها أنغوستين. هي تابعة لإيش؟ تابعة لفصيلة الشارخة أوكي اللي هي سوري تابعة لفصيلة اللي هي أم الروبيان. أوكي ليش؟ لأنه شكلها هذه بنفس الروبيان شكلها والمخالب وهالأشياء هاي كلها أنغوستين هاي الفصيلة. خلاص الحين تبلنا. طيب أنا ببدأ أشوي لك إياها. يلا شكلها مشهي صراحة. رمضان كريم بقى. رمضان كريم. كل ما تشوف شيء تحس إنه مشهي. طيب خليه ينطبخ. نصب له الزيت معه عشان يطبخ معه. الصلصة هذه طبعا نستغلها. الله. طيب الحين بنسوي الصوص على حد ما ينضج هو. الحين بنشيله من على النار هاي نخليها على نار هادية على أساس إنه ينطبخ على راحته. والحين راح نعمل الصلصة. طيب طبعا شفتوا مقادير الصلصة. الصلصة هي جدا سهلة. راح نعمل اللي هي
كريمة الطبخ. ايوه تقريبا مقدار كوبين. كوبين. وعندنا هني معجون الكاجو، ممكن نستبدله بكاجو ونطحنه عادي وحدنا في البيت، ويكون نعم. معانا مثل معجون او حتى بودر. نعم. بس ما يكون فيه حبيبات، يعني نحاول قدر الاستطاعه نطحنه. نعم. ناعم كثير. حلو حلو، خذ هالكميه كافيه. ندور كثير. بضيف له شوية. طيب انت حركي المرق بيكون ما في ملح. طيب احنا ما بنحط ملح لانه المرق فيه ملح. فيه ملح اللي هو مرق خضار. ايوه كافي كده. كافي. حاول نذوب الزبدة ما تطلع حبيبات داخل الكريمة، خليها دايبة. نعم. متجانسة معاها يعني. بس تقريبا تجانست. كأنه نزيدها شوي مرق علشان تكون سائلة. بس كم صار لك في المطبخ عليها؟ أنا الحين في المطبخ التجاري يعني. نعم. كبزنس السادس سنة. ما شاء الله. وفي إقبال إن شاء الله؟ أيوة الحمد لله رب العالمين. نعطيها شوية أعشاب ولا نحتاج؟ شو آخر شيء بس نحط شجر أول. شجر أول. طيب. بس مقدار نص كوب يعني تكون ما بتكثر. ايوه. فانت عندك مطبخ لحالك يعني؟ ايوه انا عندي مطبخ. نعم. المطبخ دائما ما في اقبال. الحمد لله. لان الناس كل يوم تاكل. اكيد اكيد. فما يوقف شغل المطبخ. خلينا نرش عليها شويه اعشاب. طبعا احنا لازم حتى احنا نطبخ عشان ناكل. ايوه ما هو نحن ناس تطبخ عشان تاكل وناس تطبخ عشان تسوق. نعم. بس المعنى انه يعني كل البزنس يمشي بس ما مثل المطبخ، لان الناس يوميا تاكل. صحيح. وما تتوقف يعني ما تكتفي باللي عندها. طالما في استمراريه بالحياه. أيوة. لازم ان الناس راح تاكل. طيب احنا راح نزينها بال شو اسمه بالقرنبيط. بالقرنبيط اللي هو البروكولي اساس تعطينا لون جميل. خلاص هي اوكي. هذه خلاص. حلو حلو ممتاز. زين الشاخه بعد تقريبا جاهزه. نعم. كأنه لون. نحن نعرف الشارقه انها جاهزه حتى لو محمر لونها، انه نعم. لحمتها تتماسك. صحيح. صح متماسكه. صحيح. وما تحسها يعني لزقه. نعم. الله. بس واحدة تكفي في. واحدة تكفي؟ أيوة. طيب. الشكل صح. هذه حالي أنا. طيب. تمام. وهاي حال المشاهدين. تحبي تزينين أنت بنفسك؟ لو سمحت. بعطيكي كمان شوية طماطم. في عنا بطاطس هني، في عنا هليون، في عنا طماطم. ممكن تتقدم مع الأرز أو البطاطس، ممكن تتاكل وحدها عادي. حبة ضيفين شوف بطاطس هذه. Mm-hmm.
نضيف بطاطس ولا كذا؟ نضيف لها بطاطس نعطيها أساس الوجبة تكون متكاملة. معلش أنا راح أسوي عنك لأنه ضيق الوقت. تمام. مجالك مجال ولائم أخت عليا؟ نسوي ولائم وأسوي بعد الوجبات الصغيرة يعني. طيب وجبات صغيرة بس أكثر في الولائم والأعراض. وين الإقبال أكثر؟ هو شوف الوجبات الصغيرة يوميا بس الأعراس والولائم هذه ما يومية بس أكثر عليها يعني أكبر أكثر مدخولها. نعم نعم الله يوفقك إن شاء الله. وإن شاء الله شيء نسمع يعني عنك إن شاء الله عندك موقعك ومطبخك للحفلات وهذا إن شاء الله عن قريب. مشاهدينا هاي الشوربة نراويكم بس الخبز. كيف شو اسمه على الجبن ما أنتوا شايفين. شوربة البصل الفرنسية وهذه سلطة نسواز وعصيرنا لليوم كان الشمام مع الأنبة. صحتين وعافية مشاهدينا. أخت عليا سويت لنا طبعا هي اللوبستر الشارخة مع صلصة الكاجو. يعطيك ألف عافية شاكرين حضورك. كل عام وانتم بخير ومشكورين وكل عام وانتم بصحه وسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. مشاهدينا نتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم. تقبلوا تحيه اسره البرنامج. يسلمك في امان الله.